لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، هانيين، دايرين مع الصيام؟ كل شيء مزيان، نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله بغيت ندير واحد مخيمرات بالدقيق الكامل، بالدقيق اللي فيه نخاله بوحده، ما غندير معاه حتى شي حاجه اخرى، غنديرهم غير بوحدهم. هاد الدقيق ما نزيد ليه حتى شي اضافه اخرى، ما نزيد ليه حتى شي دقيق اخر، وان شاء الله نتمنى يعجبوكم. انا بسم الله على بركه الله غندير الملحه على حسب الذوق، غندير شويه الملحه، غندير واحد جوج معلقات ديال معلقه صغار ديال الخميره حبوب، ها هما بسم الله ها هما وغنخلط كل شيء مزيان كيف كتشوفوا، نخلط كل شيء تخلط كل شيء مزيان، وعاد نزيد الماء بسم الله. هذا راه ما تيبغيش كاع يتلك مزيان، غير كتجمع غير بصباعك هكا، كتجمع بصباعك مزيان حتى كيتقاد العجينه تنجلس مزيان مع الماء صافي، وكتغطيه وتخليه شويه، ومن بعد عاد تكرصيه على كيف بغيتي، ما كتحتاجيش فيه لا تعركيه ولا تبقاي ديري ليها هذا، غير كتجمعيها ماما غير بصباعك، كتجمعي العجينه غير بصباع انتوما، هي بحال هكا هي كتجمع حتى كتجمع العجينه مزيان، وكتحسي بها انها متماسكه وكل شيء هو هذاك نقاد مجموعه، تقدري تكرصيها مازال خاصها شويه الماء، غير لحقاش كندير الماء غير شويه بشويه، لحقاش هو دغيا كيخرج فيه الماء دغيا كيولي جاري، هانتوما كتشوفو دغيا هو تيجرى، لهذا غنديرو غير شويه بشويه صافي. هذا هو القياس ديالو تاع الماء، هانتوما هو القياس ديال الماء، يرجع البركة. غادي نجمعو دابا كامل، هانتوما هاهو غنجمعو كامل وغادي نغطي، هانتوما ما عكتو ما والو، غير جمعتو جمعتو كلو مزيان هكا، وغادي نغطي نغطيه يرتاح واحد 10 دقايق، هانتوما شتو هاهو، نغطيه يرتاح واحد 10 دقايق، ومن بعد نرجع معكم باش نكرصو. بعد ما ارتاح 10 ديال الدقايق هاهو، وقطعتهم هكا لي بوكل، هانتوما غادي نقطعتو كويرات كاملين هكايا، وغادي نبدا نكرص بشويه ديال الدقيق، يعني نفسو نيت لي فيه النخالة، هانتوما ما كياخدوش الوقت لا في التكراس ديالهم ولا في ولا في الطياب ديالهم ولا في العجين ديالهم، كلشي تقاد لا كيوجد هاهما دغيا دغيا، هانتوما نزيدو في الاخر دغيا دغيا هاهو كيوجد، الأخرى كنرشو شويه ديال الدقيق حيت هو كيكون شويه جاري، ماشي كاع بزاف ولكن شويه كيكون شويه كيتلصق، هانتوما هاهي
صغار وجدوا العمارة على حسب كل واحد شنو عنده في العمارة ديالو، شنو بغي باش بيعمر، قلنا شنو عنده. انا عاد غادي نشوف شنو من عمارة غنوجد ليه. المهم انا نقدر نديرهم معمرين، نقدر كاع ما نديرهمش معمرين، نحطو غير هكا في الخطوط اللي بغا يدير فيها شي حاجة يديرها فيها. بعد ما كملت هذه هي الاخرى بدات صافي هانتوما هاهوما بعد ما كملتهم كاملين غادي نغطيهم ويخمروا واحد 20 دقيقة ونرجع معاكم. بعد ما خمروا ديك المخيمرات هانتوما كتشوفو فيهم هاهوما، انا درت المقله كتسخن بسم الله، هيا درت المقله كتسخن بسم الله هانتوما. نحطهم فيها بعد ما درتهم في المقله ديالي هاهما، تبقاو تشوفو فيهم واحد شويه، واحد 5 دقائق هكا ونقلبهم باش يتنفخوا. قلبتهم كاملين هانتوما كتشوفوا فيهم، ها هو قلبتهم ها هو باش ياخذوا الفورمه ديالهم قاده باش يجيونا رطبين. على 5 دقائق قلبتهم نتلاقاو بعد ما يوجدوا ان شاء الله. المخيمرات بعد ما وجدوا ها هما، ملي عجبوكم هانتوما، هما رطيبين وزويبنين ودغيا كيوجدو دغيا، ما كياخدوش الوقت كتير لان كيخمرو غير في 15 دقيقة، ما كاملاش كاع دغيا يخمرو فيها هانتوما. هو تقدري تعمريه، هانتينا حليتها، تقدري تعمريها وديري فيها اللي بغيتي. مرة أخرى إن شاء الله نشارك معكم العمارة اللي كندير فيهم أنايا، العمارة اللي كنشارك مع اليوم المعتمدة عندي، مرة أخرى إن شاء الله نشاركها معكم. اليوم شاركت معكم خيمرات، نتمنى يعجبوكم إن شاء الله، ودعموني بلي لايك ديالكم وبلي كومنتير والاشتراك ديالكم، وبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم، مع أحبابكم، مع عائلتكم، مع اللي كان مهم بارطاجيو، والمهم دعموني وعاونوني. وشكرا بزاف، وفطوركم شهي.